سامبل. ومحمد نشأت من أبطال الفيلم. محمد أهلا بيك. أهلا محمد. طيب محمد نشأت عايز أبدأ بيك لأن أنا لقيت لك تصريحات شديدة تتهم فيها الرقابة بمنع الفيلم لأسباب سياسية ولأسباب تتعلق بجماعة الإخوان. هل هذا صحيح؟ وإيه اللي يؤكد لي ده؟ طيب اللي يؤكد لحضرتك ده مبدئيا أنا بس هتكلم في موضوع هل تم ده ولا ما تمش ده. إحنا من أكتر من 10 أيام تم تقديم تريلر الفيلم للرقابة على المصنفات الفنية لأن إحنا مرتبطين بعقد نسلم فيه نسخة الفيلم لشركة الماسة للتوزيع والإنتاج مع الأستاذ هشام عبد الخالق، ومرتبطين بشرط جزائي لازم نسلمه في وقت معين علشان خاطر الفيلم ينزل أول مايو. تم الموافقة على التريلر مفيش أي مشكلة خالص، وقالوا في رسوم بتدفع، دفعنا الرسوم المطلوبة وحددوا لنا تاني يوم عشان يشاهدوا الفيلم. اللي حصل إن هم شافوا الفيلم، خرج أعضاء اللجنة قالوا لنا نصا الفيلم ده فيه تحريض على الإخوان المسلمين، الفيلم ده أنتوا قصدين بيه الإخوان المسلمين، في تاريخ معين عندنا بتدور فيه الأحداث العمل الدرامي فأنتوا قصدين بيها جماعة 6 إبريل وبتقولوا 6/4 بيخرج حسن الدساس، بالإضافة أنتوا جايبين عمرو مصطفى ليه بتستفزوا بيه الناس؟ معرفش إيه الاستفزاز اللي ممكن يكون عمرو مصطفى ضيف شرف معنا في الفيلم يكون بيستفز الناس. طيب الفيلم ده انا مش هقدر اعمله ليه خالص. ليه ليه استنى بين قوسين كده، ايه انتوا جايبين عمرو مصطفى بيستفز الناس؟ قد يكون بيستفزهم هم، على اعتبار انه عمرو له مواقف، ليه مواقف سياسيه معينه هو بيعلنها في كل حته يعني، فمن وجهه نظرهم عمرو مصطفى بيستفز الناس بشكل او باخر. طيب احنا دلوقتي التريلر متوافق عليه ومحتاجين الموافقه بتاعته علشان نبدا نعرضه في السينما لان دي دعايه لينا في دور العرض في الافلام اللي هي بتعرض حاليا. فقالوا لنا الموضوع مع الدكتور احمد عواد، طلبنا مقابله الدكتور احمد عواد وانا طلعت له شخصيا وقعدت اكتر من ساعه فوق على باب مكتبه لحد ما قرر ان هو يقابلني. دكتور احمد حضرتك احنا واخدين موافقه من الرقابه ومن المراقبين على التريلر، وقالوا في مشكله في الفيلم وهيقرروا لجنه تانية تشوف الفيلم لان هم من وجهه نظرهم في اسقاطات سياسيه على جماعه الاخوان. مع العلم انا مش فاهم حتى لو احنا عاملين اسقاط سياسي ضد جماعة إرهابية مش فاهم إيه. لا يعني هو اتقال لك كده إنه في إسقاط سياسي، ولا يعني أنت عاوز تعمل أزمة فتقول قالوا لي كده؟ أنا لا يعني خليني دقيق وأقول لحضرتك إن أنا لو محمد بديع أو محمد مرسي بيشوفوا الفيلم ما كانوش قالوا اللي حصل. ومع ذلك لما طلعت قابلت الدكتور أحمد عواض في مكتبه، والدكتور أحمد عواض 100% بيسمعنا هو والدكتور عبد الستار لأن كان ليه تصريح لازم علق عليه النهاردة، دخلت له مكتبه وقلت له يا دكتور احمد تمت الموافقه على التريلر، بعد اذنك انا عايز الامضه بتاعت حضرتك عشان اعرضه. قال لي انا مش هعرض التريلر غير لما اشوف الفيلم. قلت له حضرتك ما شفتوش ليه؟ فقال لي ما كنتش موجود. قلت له طيب التريلر ملوش علاقه، حضرتك بتدينا موافقه على ده ودفعنا رسومه وما كناش نقدر ندفع رسومه غير لما ناخد الموافقه. فقال لي يا فندم انا كلامي واضح ومحدد، انا مش همضي على حاجه. قلت له طب حضرتك حدد لنا ميعاد علشان خاطر مرتبطين بشرط جزائي. فقال لي ده موضوع ما يخصنيش خالص. قلت له طيب يعني شركة جديدة بتساعد انها تعمل فيلم جديد نوع مختلف، حضرتك بتقف معانا ولا بتقف ضدنا؟ شوف الفيلم انا ما عنديش مانع، حضرتك عايز تشوفه تاني شوفه تاني وحدد لجنة تاني. قال لي هم اللي بيحددوا تحت وبيبلغوني، نزلت للي تحت دول عشان يحددوا، فكان قالوا لي لما نكلم دكتور احمد الاول. كلموا دكتور احمد حضرتك فاضي لحد؟ لا. الاثنين؟ لا. الثلاث؟ لا. الاربع؟ هنشوف فيلم تاني. التلات عندنا معرفش ايه. الخميس ان شاء الله ابقى اشوف الفيلم بشكل تاني لان هم بيقولوا في مشاكل كتير قوي. الملحوظه الواضحه يا استاذ وائل ان اي فيلم في السينما بتتقدم نسخه منه للرقابه الاول، بيتم الموافقه على النسخه وبناء عليه يبدا التصوير. ما اقدرش اصور غير وانا واخد نسخه من موافقه من الرقابه على النسخه المكتوبه. لما تيجي تقول لي انت غيرت في السيناريو ده، مفيش تغيير في السيناريو، تم يعني مفيش حاجه خالص حصلت في السيناريو وتم ايقاف العمل بناء على من وجهه نظرنا اللي احنا شفناها والتقرير اترفع، وارجو ان هم يعرضوا التقرير. دكتور عبد الستار اللي هو مدير الرقابه حاليا صرح تصريح النهارده، الله اعلم على لسانه ولا لا، لكن ده كان موجود في احد المواقع مطلوب منه انه يرد عليه، انه بيقول ان ابطال الفيلم معاهم التصاريح. واتحدى اذا كان دكتور عبد الستار يطلع امضى ان احنا استلمنا تصريح واحد لعرض التريلر الاعلان بتاع الفيلم مش الفيلم، لو كنا نملكه زي ما هو بيدعي او زي ما الموقع بيدعي عن لسانه والله اعلم عشان ابقى دقيق بس في الفاظي يعني، يبقى هو الراجل. طيب صار. عشان قبل ما نكمل التفاصيل هسال استاذ عبد الستار فتحي رئيس لجنه المشاهده في الرقابه على المصنفات الفنيه. استاذ عبد الستار اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ باسل. مساء الخير استاذ عبد الستار. هنا
أبطال وصناع الفيلم فيلم الدساس يؤكدون أنه تم منع الفيلم لأسباب تتعلق بتعاطفكم مع جماعة الإخوان، وأن أنتوا قلت لهم أنه لماذا تهاجمون الإخوان، وفي كلام واضح قالوا الأستاذ محمد نشأت من أبطال الفيلم بوضوح منذ قليل ربما استمعت إليه. هل منعتم الفيلم لأسباب تتعلق بجماعة الإخوان؟ هو السؤال الأول، هل تم منع الفيلم ولا لا؟ الفيلم لم يمنع، هذا كله محض افتراء. الأساتذة اللي مع حضرتك كلهم أصدقاء أعزاء، أنا أعتقد أنها بروباجندا للفيلم. تلر المقدمات متوفى عليها، هم يعلمون أنا موافع على المقدمات. الفيلم ما فيش فيه حاجة خالص غير جملتين ببساطة. إيه هما؟ بيجي مطرب ولا ممثل بيقول خارج سياق الفيلم المتفق عليه أصلا، بيقول الثورات دي كانت فوتوشوب. أوكي أنا رافض، إحنا رافضين ده، رافضين إن الثورتين بفوتوشوب أصلا، ومفيش واحد مفيش حد بيكذبه بيقول له لا، ده رأي واحد، رأي أحادي الجانب بيقول إحنا ثورتين فوتوشوب، ومحدش عقب على كلامه. الملحوظة الثانية، الكلمة الثانية، التعبير الثاني، الجملة الثانية في الفيلم، إن العسكر والإخوان دم بدم إلى ما لا نهاية. إذا كان الأستاذ وائل يرضى هذا التعبير بينجي به فيلمه، أنا برفض هذا الكلام. دم إلى ما لا نهاية يا فندم، حضرتك بتقول أنا بتكلم، لا هو دلوقتي، هو دلوقتي بيقول أنا بتكلم وبقول رأيي في الفيلم. المسائل واضحة ومحددة، جملتين، الثورتين بتوعنا ما كانوش فوتوشوب. ثاني حاجة، من الاخ عمرو مصطفى ولا ما اعرفش اسمه ايه، مع احترامي ليه، ومن والعسكر والاخوان تم الى ما لا نهايه، ده كلام فارغ، ده كلام طيب. فارغ اذا لا 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 يعني انا يعني وكيف يقال ذلك وانا اللي وقفت بالرقابه في عهد الاخوان وشفت ولقيت ما لقيت في عهد الاخوان. واما الجمله اللي الصديق العزيز بيقول ان انا قلتها على ما اعرفش فين، ده ما حصلش مني خالص. انا عارف ان الفيلم لم يسلم الترخيص بعد، المقدمات انا مرخص بيها، الدكتور احمد معرفش ما يعني طيب. ما معاهم انا خليني اسال لازم طيب. بس حضرتك في حاجه دكتور سؤال، دكتور عبد الستار حضرتك ما شفتش الفيلم يا فندم مظبوط، لان حضرتك ما كنتش في لجنه المراقبين، شفت الجزء اللي في الاخر بس لما هم اعترضوا عليه، مظبوط كلامي ولا انا بتكلم غلط؟ اولا السيناريو انا اللي موافق عليه، انا ما بتكلمش على السيناريو يا فندم، انا بتكلم على الفيلم، انا بتكلم عن الفيلم. حضرتك ما شفتش الفيلم مع المراقبين لما اتعرض، لكن مختلف. شفت التعليق اللي في الاخر وشفت اخر جزء في الفيلم مظبوط. حضرتك سالت الجزء المختلف على السيناريو، النقباء قالوا لي عليه السياق عادي للسيناريو ما فيش مشكله فيه. الجزء المختلف نص ساعه الاخير من الفيلم اللي فيه اختلاق بجملتين ما لهمش لازمه من وجهه نظري، هم دول انا يا خليك معايا يا استاذ، انا طبعا مع تاكيدي على حريه الابداع وعدم اكتزاء جمل او كلمات، لكن اذا تم احنا في ثوره ونواجه ارهابا مسلحا ونواجه مؤامره، اذا تم اختزال ثورتين في تعبير انها فوتوشوب ده ليس مطلوبا. ثانيا اذا تم كمان اختزال ما يحدث على انه صراع بين عسكر واخوان، فده في اهانه للقوات المسلحة قبل أن تكون هناك إهانة للإخوان، وبالتالي هنا القضية مش قضية إخوان، هو قضية جملتين. طيب هو بس والحقيقة الجملتين فيهم مفاهيم خطيرة، بس خلينا أسأل عمرو مصطفى، الفنان عمرو مصطفى، لأنه يعني فوتوشوب ده تعبير عام. عمرو أهلا بيك. مساء الخير يا فندم، ازيك يا أستاذ وائل؟ مساء الخير، ازاي أستاذ عبد الستار فتحي؟ عايز بس اقول كلمه بس، الاستاذ اللي بيكلم حضرتك دوت، اولا بقول لك انا ما اعرفش مين عمرو مصطفى، معروف عمرو مصطفى هو مين؟ العمل علمونا في مدرستنا، العمل يا مصريين اللي قامت بثوره يونيو، الثوره الحقيقيه اللي حصلت في مصر، ومعروف ان عمرو مصطفى توجهاته السياسيه للشعب المصري كله يوم ما طلع قال دي ثوره فوتوشوب ودي كانت كلمتي، ومعروف توجهاته كويس قوي لكل الشعب المصري. فالباشا لما يجي يقول هو عمرو مصطفى بيقول ثورتين، هو هنا بيكيل بمكيالين وبيتكلم كلام غلط وعايز يغير الرأي العام لتوجهات الباشا.